السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز إخباري من قناة المرابطون. نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين دورة تكوينية في نواكشوط حول السلامة المهنية. وقال نقيب الصحفيين أحمد سالم المختار السالم لدى افتتاح دورة التكوين إن السلامة المهنية تطرح إشكالا كبيرا، وإن الصحفيين بحاجة إلى معرفة طرقها ومبادئها حفاظا على سلامتهم. عقدت لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي لقاء جديد بقصر المؤتمرات في نواكشوط، ووافقت اللجنة على دعوة البرلمان لدورة طارئة الأسبوع القادم. وأكدت لجنة متابعة الحوار خلال الاجتماع الذي عقدت أنها ستكثف اجتماعاتها لمتابعة مشاريع القوانين الدستورية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لامين الشيخ قد أكد في تصريح له الخميس أن التعديل الدستوري سيتم عبر المؤتمر البرلماني أو الاستفتاء الشعبي. وسبق له أن أكد أن التعديل سيتم عبر المؤتمر البرلماني تفاديا لهدر الأموال. أعلن حزب الكتل الموريتانية في بيان صادر عنه على هامش انعقاد مؤتمره التأسيسي في العاصمة نواكشوط عن دخوله المعترك السياسي الوطني. وعبر الحزب عن سعيه إلى لعب دور فعال في على الصعيدين السياسي والاجتماعي من أجل النهوض بالممارسة الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وتعليب لغات الحوار والتشاور. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من المواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظهرت على الشاشة. السادسة نشرات إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.